كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت بقى كده الشارع ورصدت آراء الناس، بنسألهم التربية الحديثة أفضل ولا الأولد سكول؟ خلينا نشوف يا جماعة ونرجع لكم تاني مع زميلنا أحمد الحسيني، خلينا نتابع. يا ترى لو عملنا مناظرة بين جيل زمان وجيل دلوقتي من الآباء والأمهات النتيجة هتكون إيه؟ نزلنا الشارع وسألنا الناس مين أفضل؟ التربية القديمة اللي اتربينا عليها زمان ولا التربية الحديثة أو ما يعرف بالتربية الإيجابية؟ يا ترى مين أفضل؟ التربية الإيجابية الحديثة ولا التربية بتاع الزمان اللي اتربينا عليها إحنا وأبائنا وأجدادنا؟ لا انا شايف حضرتك هما الاثنين كويسين، بس المفروض يكون في ما بينهم ميكس. ازاي ميكس؟ هو ان التربيه الحديثه شايف فيها سن التسيب، وده طبعا ما يناسبش المجتمع بتاعنا. لا طبعا التربيه القديمه بتاعت اجدادنا طبعا، انا برضو ما حضرتهاش، بس هي من التربيات اللي هي مش هيجي زيها يعني. والله انا رايي ان التربيه القديمه ليها سلبياتها وليها ايجابياتها. من ضمن السلبيات ان كان زمان مثلا في موضوع الضرب او فكره ان انت تضرب طفل عشان غلط او حاجه. من ضمن مميزات بقى التربيه الحديثه ان انت التفاهم احسن، فلغه التواصل مع طفلك لما بيكبر بتكونوا اقرب لبعض بكتير من زمان. يعني انا ممكن يكون لما ابقى اب في يوم من الايام اكيد هبقى اقرب لابني من والدي ما هو قريب منه. انا شايف حاليا ان التربيه الجديده بتبقى افضل، ان يعني الاب بيبقى مثلا او الام قريبين اكتر من ابنائهم ومن الاطفال، يعني بيبقوا متابعين معاهم وبيركزوا معاهم وبيشاركوهم كل حاجه، لحظات الفرح او لحظات الحزن بتاعتهم. شايف ان تربيه زمان او التربيه اللي اتربيت عليها مثلا احسن بكتير من التربيه دلوقتي الجيل الجديد بيتربى عليها. بالنسبه لزمان مثلا الابات والامهات ما كانش في سفر، وبالنسبه للبنت اللي هي تتجوز وتقعد في البيت، دلوقتي طبعا الموضوع اتطور وكل مدى اصلا احنا بنتطور بنكون في تقدم اكتر. لو سالتك مين افضل، التربيه الجديده ولا التربيه القديمه اللي اتربينا عليها زمان؟ حضرتك افضل التربيه القديمه اللي اتربينا عليها الاول، كان فيها مبادئ وقيم واخلاق. الميزه بتاعت زمان اللي هو كانت العيال بتخاف من ابهاتها وامهاتها او كده، اللي هم بيبقى فيه رهبه. دلوقتي ما بقاش فيه رهبه لابونا لاماتنا، بقى كله عادي، بقى كله زي بعضه، وبدا يتعامل ده وده بيتعامل ده. هنا في حاجات حلوه وهنا في حاجات حلوه، يعني مثلا التربيه الجديده دي فيها حاجات حلوه، اللي هو الابن معرف اهله عنه كل حاجه، والبنت برده نفس الكلام. التربيه القديمه هي افضل، عشان هي كان فيها حاجات كتيرة مش موجودة دلوقتي. هو بالنسبة للتربية بتاع زمان عمرها ما هتتعوض في الجيل ده ولا هتنفع مع الجيل ده. طب ايه اللي عجبك اكتر في التربية القديمة بتاعت اهالينا؟ ان هي مطلعة الناس منضبطة اكتر. يعني انا بحس ان انت كل ما الجيل بيبقى بتنزل للسن اكتر، كل ما بتشوف ان في تفتح زيادة عن اللزوم بيحصل. بالنسبة لي في أخطاء ما كانتش بنشوفها زمان في الشارع. هي فكرة إن في كنترول على الشخصية، بحيث إن إحنا كمجتمع شرقي محافظين عليها أخلاقنا. كان أفضل التربية القديمة فيها بعض الحاجات التقاليد اللي تعودنا عليها حضرتك من أيام أبهاتنا وجدودنا والحاجات دي. احترام مثلا كبير، دي حاجة دلوقتي مش بلاقيها. دلوقتي ممكن ألاقي شباب كتير في الشارع يتعامل مع ناس راجل كبير بقلة احترام، مع إن مثلا راجل مهما كان طالما أكبر مني في السن الموضوع يكون فيه احترام. يعني لو الالتزام مثلا، في احترام للأب اللي هو أب بيجي في الساعة كذا يبقى كله يخش كذا، كله في مواعيد، يعني في ضبط في الميعاد وكده. ان هما دايما تربيه بابا وماما بيثقوا فيا، بيثقوا فيا وبيثقوا في رايي جدا. بس فده برضو الحاجه اللي انا هربيها لاولادي، ان انا اثق فيهم واسمعهم. القديمه الحلو فيها ان في احترام كده للاهالي، الواد يحترم ابوه ويخاف منه، والبنت نفس الكلام، والام برضو. التربيه القديمه ان الاب بيبقى قاعد في البيت عارف بنته رايحه فين، جايه منين، في اي مكان بالظبط. بنفس الكلام برضو لابن، واخد بالك انت، كان الاب قاعد مطمئن اطمئنان كامل بان ما فيش حد اللي هيلعب بابنه ولا حد هيلعب ببنته. ولكن حاليا دلوقتي الموضوع التليفون وموضوع الحياه اللي احنا بنشوفها الهستيريه دي والكلام الفاضي والكلام ده وكده، ده اللي بيخوف ان الواحد خلاص الاب فقد السيطره على تربيه ابنه حاليا.